أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة السويداء خلال 24 ساعة الماضية إلى تشكل السيول والتجمعات المائية في مواقع متفرقة بمدينة السويداء، ودخول المياه إلى عدد من المنازل والأقبية في الأماكن المنخفضة. منذ مساء الأمس إلى اليوم طبعا هطولات غزيرة كانت، والحمد لله بدأت هطولات الأمطار خلال 24 ساعة. طبعا احنا آليات وعناصر وورشات مجلس مدينة السويداء من تمام الساعة 12 منتصف في ليلة أمس لحتى تاريخ هذه اللحظة تقوم ب إسعاف إخوتنا المواطنين على مدار أحياء مدينة السويداء. طبعا هناك في اختراقات مطرية، وذلك نتيجة الأمطار السائدة والسيول الجارفة نتيجة غزارة الأمطار. بالنسبة للمياه الصرف الصحي والمصافي المطرية التي لم تستطع تصريف هذه المياه لغزارة الأمطار، طبعا احنا توجهنا إلى الأماكن الموجودة والتي اتصل بها إخوتنا وأهلنا المواطنين في هذه الأماكن، وآلياتنا وورشاتنا من الساعة 3 صباحا تشتغل في هذا المكان، والحمد لله تم إنجاز العمل وتم التخفيف من الاختناقات. طبعا ونحن جاهزين في مجلس مدينة السويداء لتلقي أي معونة لأهلنا وأخوتنا المواطنين.